طلعت يا أحلى نورها شمس الشموسة، يلا بينا نملى ونحل لبان الناموسة. جميل جلال أراه فرحا اليوم، جعل الله كل أيامه سعيدة. المية تروي العطشان، طفي نار الحران. المية درجتي يا درجتي ماذا الآن؟ نعيما، تشعرين بالإنتعاش الآن؟ هيا. ما هذا الإمهال؟ الإهمال؟ كيف يمكن لأحدهم أن يترك غطاء محرك السيارة مفتوحاً هكذا؟ ويعمل أيضاً؟ يعني ماذا لو جاء طفل صغير بريء ومد يده داخل المحرك؟ أكيد سيصاب بالأذى. يا صاحب السيارة! يا صاحب السيارة الذي ترك غطاء المحرك مفتوحاً، تعال وانظر! سأغلق الغطاء. الآن افتح. مرحبا تيمو. اهلا حسان، اهلا، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. لو سمحت يا تيمو، اريد 10 قطع من الشوكولاته بالبندق. 10 قطع؟ نعم. عذرا، اسف، متاسف يا حسان، لا استطيع ان ابيعك هذه الكميه. ولكن عندي ثمنها. لا يتعلق الأمر بثمنها، بل بصحتك. الأطفال الصغار لا يجب أن يأكلوا هذه الكمية الكبيرة من الشوكولاتة. وهل تعتقد أنني سأكل كل الشوكولاتة؟ وماذا ستفعل بها إذن؟ هل ستتفرج عليها؟ إنها لي ولأصدقائي. وهل وافق والدك على هذا؟ بالطبع. ومن أين أتيت بهذه النقود؟ سأعطيك الشوكولاتة الآن. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. ترى هل سيأكلها لوحدي؟ ما دخلي أنا؟ ماذا يا تيمور؟ هل ستتجاهل الأمر؟ أي أمر؟ أمر سيارة الإسعاف. وما دخلي أنا في سيارة الإسعاف؟ أها، يعني أنت لا تعتقد أن تلك السيارة تنقل حسن إلى المستشفى. ولماذا تنقله إلى المستشفى؟ لأنه مثلا، يعني لأنه التهم 10 قطع من الشوكولاتة. ما رأيك؟ لست المذنب في ذلك. من المذنب إذن؟ حسن هو المذنب، فهو الذي كذب علي. يا تيمور، إنه طفل صغير، قد يكذب كذبة بيضاء للحصول على الشوكولاتة. كان عليك أن تتصل بوالدي وتتأكد أنهما موافقان على ذلك. يعني أنا لا أخفي عليك، خطر ذلك ببالي، لكنني تكسلت على القيام به. طيب، فلتتحمل عواقب فعلتك إذن.
عواقب؟ سلم نفسك يا تيمور، فالكشك محاصر من جميع الجهات. ولكن أنا ما أفعل شيئاً أيها الضابط. كيف لم تفعل شيئاً؟ لقد تسبب طمعك في البيع وجشعك في ارتفاع الأسعار لمرض الطفل ودخوله المستشفى. ولكن أنا لم أكن أعرف، حسن هو الذي كذب علي. لن يفيدنا هذا الكلام، سلم نفسك ولا بلاش. وإلا سأشرح لكم الموقف، لكن أنتم فقط لا تقلقا لا تقلقا، وأنت من فضلك أنت تخيفني بهذا المسدس. سأقول لكم، أريد فقط أنا وأنت جدتي تسكن في ذلك الطرف الآخر من الحي، فقط أريد هناك تسكن هناك، إذا رأيتما هنا. نعم أمسك به. ماذا؟ الشرطة يطاردونك أنت؟ يظنون أنني ارتكبت جريمة. أنت ترتكب جريمة؟ قلت لك يظنون أنني ارتكبت جريمة، ما بك حسون؟ أنت تعرفني منذ أن كنا أطفال الرضع، نحن أصدقاء يا أخي. ثم أيعقل أنني أنا تيمور البريء ارتكب جريمة؟ ما بك؟ والله يعني في الحقيقة في هذه الأيام كل شيء ممكن، يعني الظروف تدفع الإنسان أحيانا. حتى أنت يا حسون، حتى أنت. لك ماذا أقول؟ طيب لو لم تفعل شيئا لماذا تطاردك الشرطة؟ لأنهم يظنون أنني الفاعل. إذن اذهب وأخبرهم بأنك لست الفاعل. أخشى أن يقبضوا علي. طالما أنت واثق من أنك لم تفعل شيئا فلماذا تخاف؟ طيب لماذا لا تذهب أنت وتخبرهم؟ وما شأني أنا؟ إنهم يطاردونك أنت. معك حق، معك حق يا صديقي. إلى اللقاء، سأتصرف. تعال تعال. هي سيطردني صاحب العمل. هيا. إيه؟ وهذه لك أيضا؟ نعم. إلى اللقاء. قالت لي أمي لا ترافق أصدقاء السوء. مجرم. تيمور، ماذا تفعل هنا؟ كيف عرفت أنني هنا؟ تريد أن تختبئ من ضميرك؟ أنت مجدداً؟ هل تعتقد أنني سأتركك في مثل هذه الظروف؟ ماذا تريد مني بالضبط؟ أريد منك أن تفعل شيئاً. أفعل شيئاً؟ فعلت شيئاً، ماذا تريد؟ يا تيمور، لا يجوز لإنسان محترم مثلك أن يقف هكذا على الحياد في مثل هذه الظروف الصعبة، خصوصاً إن كانت له يد في خلق هذه الظروف. صدقني صدقني، ليس لي يد. يعني أقصد يعني لي يد طبعاً، ولكن حسن هو من خدعني وأنا أدفع الثمن. ماذا أقول لك؟ لو أنك تأكدت من نواياه قبل أن تبيعه الشوكولاتة لما وصلت إلى هنا. معك حق، كان يجب علي أن أتأكد، ولكن انظر إلى حالي، أصبحت مجرم الشوكولاتة، خربت حياتي بلا موبايلاتي. مرحبا أيتها المتمردة. أهلا. لو سمحت أريد الإطمئنان على الصبي حسان. من حسان؟ هناك ألف حسان في المستشفى. خفض صوتك من فضلك، خفض صوتك. يعني الصبي الذي أسعفوه صباح هذا اليوم. الذي تسمم بسبب تناوله الكثير من الشوكولاتة. لست أنا. حاضر حاضر، نعم. الطابق الثالث غرفة 107. ولكن من فضلك، يعني هل وضعه صعب؟ لا أعرف، ولكنه حينما أتى إلى هنا كان في حالة مرثلة. أصبحت مجرما. بنفسك وبي يا حسان. لا تلومني يا تيمور، عليك أن تلوم نفسك. ألوم نفسي؟ كيف ألوم نفسي؟ أليس أنت من خدعني وقلت أنك ستشارك أصدقائك أكل الشوكولاتة؟ نعم، إنني مجرد طفل بريء طمع في قليل من الشوكولاتة، لم أعرف أنها ستؤذيني. وأنا أيضا، من أين لي أن أعرف؟ عليك أن تتأكد من ذلك، طمعك وجشعك سهل عليك الأمر. أنا طماع؟ أنا جشع يا حسان، صدقني لم أكن أعرف أن الأمر سينتهي بك. أنت يا تيمور، ألا يكفيك ما فعلته به صباح اليوم؟ أتريد أن تقضي علي؟ ماذا تريد؟ يا ناس يا ناس يا شرطة، المجرم
المجرم هنا، المجرم هنا. انتظر سأجلب لك الشرطة. يا شرطة يا شرطة. رأيت يا حسانة. ماذا تفعل؟ ماذا هناك أسفل الأستاذ الخالية؟ لا شيء. قولها قول. شوكولاتة؟ اترك لي واحدة. اترك لك واحدة، هذا من سابع نجوم الظهر. أي 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 أي. حسون جئت في وقتك. ماذا تريد مني؟ ابقى هنا ريث ما أعود. ولكن إنها قصة طويلة يا حسون، ابقى هنا. إيه؟ أعمل عندك أنا. تفضل تنزيلا. مرحبا. اهلا. عذرا، اسف، متاسف. انا تيمور، صاحب ومدير كشك الاحلام. مرحبا تيمور، اهلا. عفوا، اريد فقط يعني الاطمئنان على على الغالي حسان. حسان انه باحسن حال، ولكن لماذا تريد الاطمئنان علي؟ اعتقد انني ارتكبت خطأ فادحا اليوم عندما بعته كميه كبيره من قطع الشوكولاته دون أن أتأكد من أنه لن يأكلها وحده. أطمئن أطمئن، إنه بخير، فرفاقه في المدرسة يزورونه وقد اشترى الشوكولاتة لهم. حقا؟ الحمد لله. ربي يا ربي يعني يتربى في عزكم ورعاية. شكرا لك يا سيدة أم حسان. بل لك كل الشكر. شكرا لك يا تيمور. تيمور تيمور، ليت لكل الباعة أخلاقا كأخلاقك وحرصك يا تيمور. مع السلامة يا تيمور. مع السلامة. حسون، حسون تيمور. أهلا يا صديقي، اشتقنا لك. الحمد لله، انتهى كل شيء بخير. الحمد لله. الحمد لله. قصة حسان كنت رأيت. أهلا يا جود. أهلا يا حبيبتي، ماذا تريدين؟ أريد سكاكر. سكاكر؟ هذا رأس من فوق. تفضلي، خذي 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 يا حبيبتي، هذه لك وهذه لأخيك الصغير وهذه لبابا وهذه لماما وهذه مني هدية وهذه من حسون هدية. حلوان، أنا كل شيء بخير. خذي هذه أيضا. أيضا خذي حلوان. لطيفة هذه الطفلة، أحب الأطفال كثيرا. وأنا أتعلم يا تيمور، لقد قرأت اليوم مقالة عن أطفال السكري. يا أخي لا أعرف، هذا المرض كأنه يزداد يعني بين الأطفال. سكري سكري، لماذا لم تخبرني يا حسون؟ ألم ترى كمية السكاكر التي أعطيتها لجود؟ لم أنتبه. لا لا أنتبه حسون، بسرعة سكاكر كشكوراي جود. لا تلف لا تدور، أنت يا تيمور أصبحت فتى مشهور.